يسرنا اليوم بنقابة المحامين أن نتشرف بحضور أول من أسس معهد الملكية الفكرية بجمهورية مصر العربية الدكتور العالم ياسر جد الله، والذي أتى إلينا رسولاً للهداية، رسولاً للهداية التعليمية في الملكية الفكرية، وإماء للبروتوكول الذي تحرر بين نقابة المحامين وبين المعهد برئاسة سيادته ورئيس جامعة حلوان. فإننا نبدأ اليوم أولى الدورات التدريبية حول الملكية الفكرية، وهذه الدورة التدريبية تخص مجموعة من الزملاء المهتمين بالملكية الفكرية، لذا كان الحضور اليوم لمثل هؤلاء ولم يكن للعامة. وهكذا ستدوم تلك الدورات والورش التدريبية برئاسة أستاذنا الأستاذ الدكتور ياسر جد الله، وتحت رعاية وإشراف السيد النقيب العام الذي اتصل بي منذ قليل ليتأكد من أن الدورة تسير في نطاقها الصحيح. فهنا لابد أن نقول أن كل من حضر منكم شرف لنقابة المحامين، لأن نقابة المحامين تشرف دائما بمن يبحث عن المعلومة القانونية والمعلومة الثقافية وفي كافة المجالات، لأن المحامي لكي يكون محاميا لا بد أن يكون قارئا وعالما ومطلعا. قبل أن تطلب من المحكمة أن تستمع إليك لا بد أن تتكلم الكلام المنطقي السليم، ولن يكون الكلام منطقيا وسليما إلا بالعلم وبالقراءة وبالاجتهاد وبالبحث والتمحيص والفحص. كل كلمة تقرأها ستستفيد منها. وحتى لا أطيل، فإنني أبادر بتقديم أستاذنا الدكتور ياسر جد الله ليبدأ دورته التدريبية ويبسنا ويعطينا من علمه، وعلينا أن نستقي من هذا العلم. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم جميعا، وكل سنة حضراتكم طيبين. كل الشكر والتقدير لسيادة النقيب على هذه التقديم المتميزة، يعني وهو ليس بجديد على أن يكون مع حضراتكم في نقابة المحامين اللي احنا كلنا بننتمي إليها، وهي البيت الخاص بكل القانونيين في مصر. في أول الدورات الخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النقابة العامة للمحامين والمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، وعايز أقول لحضراتكم إن إحنا يعني الترتيب الخاص بالندوات أو اللقاءات التدريبية أو الورش التدريبية في مجال الملكية الفكرية بتبدأ كده من المقدمة، حتى إن إحنا نصل في لحظة معينة يبقى عندنا يعني استفادة كبيرة في هذا المجال بتعمق. يعني ليه؟ لأني أنا معرفش اللي موجودين معايا هنا عندهم فكرة كويسة عن الملكية الفكرية ولا لأ، ولو عنده فكرة كويسة في الملكية الفكرية عنده فكرة في أي مجال، في الملكية الصناعية ولا في الملكية الأدبية. فبالتالي لازم لما أبدأ من الإيه؟ من تحت خالص، من الانترودكشن، من المقدمة
لان ما عنديش فكره عن الخلفيه الخاصه بحضراتكم. استاذن معليك، هو في الصوت ورا مش واصل يعني، حضرتك في الصوت ورا مش واصل؟ لا سامعين حضراتكم؟ لا. طب ممكن تتقدموا شويه بعد اذن حضراتكم؟ معلش. اه لا اتفضل. لا هو صوت يعني لوحده واحده واحده عشان ما ننسى. انا ورا السامعين اتفضلوا. الصوت عالي كويس. اه الصوت حلو. في حد عنده الصوت مش واصل؟ اخر واحد حضرتك سامع كويس؟ اعتقد الصوت عالي مش صوت حلو. الصوت كويس يعني. فبقول لحضراتكم يعني نظرا لان احنا مش عارفين الخلفيه، طب يعني خلينا كده نسال حضراتكم، مين عنده فكره عن الملكيه الفكريه؟ غير 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 الباحثين في المعهد القومي للملكيه الفكريه، طبيعي ان هم بيدرسوا، لا انا بتكلم على غير الباحثين في المعهد القومي للملكيه الفكريه. ما هو يرفع ايدي كده يا كده، انما كده وكده دي ما تجيش يعني. ده دكتور بس ده واحد. مين تاني؟ اتنين؟ تمام. طيب مين عنده فكره عن العلامات التجاريه؟ الملكيه الفكريه دي بوجه عام، لكن العلامات التجارية على وجه الخصوص. تمام. طب مين ما عندوش فكرة عن الملكية الفكرية؟ لا 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 انا شايف في ناس ما رفعتش ايدها هنا ولا ايدها هنا. ده ايه ده بقى؟ وانا قلت مين اللي عنده فكرة؟ ما فيش. طب مين ما عندوش فكرة؟ ايه؟ اه طيب ماشي، واضح ان الغالبية العظمى يعني ممكن يكون عندنا فكرة بس مش واخدة الشكل يعني العلمي والجانب الأكاديمي بشكل يعني ما أو آخر يعني. أنا بس بقول كده ليه؟ علشان خاطر عايزين أن المجموعة اللي هتاخد النهاردة نستمر معاهم لغاية ما يبقى بعد كده ياخدوا مجموعة دورات لغاية في الآخر ما يبقى خلاص عنده فكرة كويسة جيدة في مجال الملكية الفكرية بشيء من التعمق يعني. لان من الحاجات اللي انا يعني ما بتضايقني ان اجي اتكلم في موضوع الاقي قول مقدمه، نعمل اللقاء اللي وراه برضه قول مقدمه، طب واللقاء التاني برضه قول مقدمه، طب هو يعني هنقعد طول عمرنا كده في مقدمات مش هناخد اي حاجه فيها تعمق. فلو المجموعه اللي موجوده حافظت على ان هي في اللقاء اللي جاي ان شاء الله واللي بعديه واللي بعديه بحيث ان عدد معين من اللقاءات في النهاية تبقى أنت خلاص عندك خلفية أو إلمام يعني أفضل بمجال الملكية الفكرية هيبقى الدنيا يعني أفضل بكتير يعني. خلينا متفقين على هذا، يا ريت حضراتكم يعني مجموعة الزملاء اللي حضروا خلي بالكم عشان تمام يعني. خلينا كده برضو مبدئيا كده نقول إيه هي المقصود بالملكية الفكرية. حد عنده فكرة ايه المقصود بالملكية الفكرية؟ من اللي قالوا ان احنا عارفين ما عدا برضو يعني الباحثين في المعهد القومي للملكية الفكرية ما لهمش ان يتكلموا خالص، احنا بنتكلم على الزملاء اللي مش بيدرسوا. ايه المقصود بالملكية الفكرية؟ اتفضل. انا عايز بس بطلب من حضراتكم ايه يعني، مش عايزكم كده قاعدين متنشنين يعني، يعني عايزكم كده تقعدوا ريلاكس. احنا مش في محاضره علميه ولا احنا في الجامعه ولا اي حاجه، احنا في لقاء تدريبي المفروض يبقى في تفاعل ونتكلم زي ما احنا عايزين ما احناش في المحكمه عشان هي يعني مش في خطبه، مش عايز حد يتكلم باسلوب خطابي ولا حاجه خالص، اتكلم ببساطه كده، انسى خالص المحكمه نهائي، انت عايز تستفيد تعرف معلومات جديده في مجال فانسوا تماما ان انتم محامين، وانسى تماما انك انت في المحكمه، وتكلم كشخص عادي عايز يبقى عندك ثقافه متعلقه بالملكيه الفكريه. اذا اهتميت بعد كده بالمجال بدرجه اكبر روح ادرس، اذا لقيت ان الموضوع مش محتاج منك غير ان انت يبقى عندك ثقافه عامه وخلاص ما فيش مشكله، يبقى يكفينا الايه اللي فننسى ده خالص ونتصرف على هذا. اتفضلي حضرتك. تعالي هنا. طب هو ما فيش مايك هاند فري يبقى معاهم؟ طيب طب اتفضلي الكلام.
توصل لي. تمام، شكرا جزيلا. يعني الزميلة قالت ان الملكية الفكرية هي كل ما ينتج عن الفكر من مؤلف يتصف بالابتكارية، او يعني مصنف يتصف بالابتكارية، وبالتالي بيحصل على حماية خاصة به يعني بشكل عام. طبعا يعني هو مش بس المؤلف، هو حاجات تانية كتير. يعني الملكية الفكرية هو كل ما ينتج عن العقل البشري من أفكار مختلفة في مجالات مختلفة، ممكن تبقى في مجال الإبداع، ممكن تبقى في مجال الاختراع، وبناء عليها علشان خاطر هذا الشخص يفصح عن الفكر الخاص به للمكاتب المعنية بتسجيل الملكية الفكرية، لابد ان انا اقدم له الحماية القانونية الكافية. لان لو ما قدمتلوش الحماية القانونية الكافية، محدش هيقول اللي عنده، محدش هيفصع عن اي حاجة، ويخبي الفكر اللي عنده، ويخبي الابداع اللي هو توصل اليه. طب ايه الفرق بين الملكية الفكرية والملكية المادية؟ اظن احنا قانونيين بقى، فالملكية المادية عارفينها. ايه الفرق بينهم؟ اتفضلي قولي. بقى انا عايزكم تفكوا النشا كده وتتكلموا. ها اتفضلي. احنا خلاص عرفنا الملكية الفكرية كل انتاج الفكر العقل البشري من افكار وابداعات وما شابه ذلك. تمام، شكرا جزيلا. يمكن هنا الزميله بقى مست النقطه اللي انا هسال عليها او بقول عليها. انا سالت ايه الفرق بين الملكيه الفكريه والملكيه الماديه. الملكيه الماديه زي ما قالت، الملكيه الماديه بترد على كل الاشياء اللي هي ذات طبيعه ملموسه، ذات طبيعه ماديه، وبالتالي زي المنقولات، هي بتقول المنقولات، زي اي حاجه، زي الارض تعتبر ملموس، المباني، المعدات، كل ما هو ملموس ده انا بتكلم عنه ملكيه ماديه. تثبت الملكية المادية بالأوراق والمستندات. أنا بثبت إن المكان اللي احنا فيه، العقار ده بتاعي إزاي، أو بتاع نقابة المحامين، يبقى لابد يبقى فيه مستندات بتدل على هذا الأمر. لكن بالنسبة لي الملكية المادية هي شيء ملموس، كلنا شايفينه، كلنا قاعدين في المكان وشايفينه ومتلمسينه. لكن لما أقول لك إن الفكرة دي بتاعتي، تقدر تثبتها إزاي؟ أنا مش قادر أمسكها، مش عارف. لكن أقدر أثبت الملكية للمنقول بالحيازة. ده منقول وانا ماسكه، يبقى ده بتاعي في حياستي، يبقى الموبايل ده بلام في جيبي هو بتاعي، ما فيش مشكله. اقدر اثبت بالمستندات المختلفه وبكافه طرق الاثبات. لكن فيما يتعلق بالملكيه الفكريه، الملكيه الفكريه بترد على كل شيء غير ملموس. طيب سؤال بسيط، الملكيه الماديه المده الزمنيه لحمايتها قد ايه؟ اتفضل. 15 سنة. يعني انا النهاردة اشتريت القاعة دي، وخدت عملت عقد واشتريتها من نقابة المحامين، بقيت ملكيتي فيها لمدة قد ايه؟ بالظبط كده unlimited. لما بيع حد حاجة تانية، لما اجي ابيع النقابة المكان اللي انا اشتريته ده، انا حر، اشتريت شقة ممكن تقعد معايا وللورثة ولورثة الورثة، ما فيش مشكلة. يعني ده معناه ايه؟ ان الملكية المادية المدة الزمنية الخاصة بها غير محدودة. طب تعالى بقى نبص، طب الملكية الفكرية 10 سنين. مش معنى 10 سنين سمح، احنا سيبنا، احنا عايزين ايه؟ واحدة واحدة كده هنتكلم على ان احنا الناس ما نعرفش حاجة في القانون، لغاية ما نوصل لمستوى ان احنا نتكلم في الجانب القانوني. ها تفضل حضرتك. 20 سنة وبتتجدد كل 20 سنة. ماشي تفضل. اللي ايه الاول ايه؟ تمام، 50 سنة ثم تنتقل للنفع العام. تمام تفضل حبيب انت. ها
ايوه كده يعني ايه باللي ريق بحاجه يعني ايه نفرق يعني ما هي تختلف حسب نوع الملكيه الفكريه. مظبوط تمام اتفضل. المعلومات الفكريه المعلومات الاداريه بتبقى مدتها بعد التسجيل 10 سنين تمام بتجدد بعد 10 سنين تمام مظبوط. كل الاجابات اللي اتقالت كويسه بس ايه الفرق بقى ان احنا كان لازم اول حاجه نقولها انت بتتكلم عن ايه في الملكيه الفكريه لان الملكيه الفكريه انواع عندنا نوعين في الملكيه الفكريه او صنفين اساسيين ملكيه صناعيه وملكيه ادبيه وفنيه. الملكيه الصناعيه تحت منها مجموعه من الادوات اشهر هذه الادوات اللي هي براءه الاختراع تحت الملكيه الصناعيه براءه الاختراع العلامات التجاريه المؤشرات الجغرافيه النماذج والتصميمات الصناعيه والمعلومات الغير مفصع عنها دي تعتبر مجموعه الادوات القانونيه اللي بتحمي حقوق الملكيه في مجال الصناعه. تاني البراءات العلامات التجاريه المؤشرات الجغرافيه التصميمات الصناعيه المعلومات الغير مفصح عنها يبقى دي اول حاجه. الناحيه الثانيه بقى الملكيه الادبيه والملكيه الفنيه. الملكيه الادبيه والفنيه هي حق المؤلف والحقوق المجاوره لحق المؤلف. ايه هي الحقوق المجاوره لحق المؤلف؟ حق المؤلف كلنا عارفين الشخص المؤلف اللي هو بيبتكر مصنف ادبي في صوره ايه قصه كتاب شعر نثر. طيب مين هي الحقوق المجاوره؟ حقوق المجاوره له ان انا مثلا على سبيل المثال انا واحد عمل كتاب انا حولته الى سيناريو يبقى بقيت سيناريست يبقى السيناريست ده له حق جديد مرتبط بالحق الاصيل اللي هو حق المؤلف ده بيعتبر حق مجاور لحق المؤلف. انا قمت بترجمه كتاب بقيت مترجم وده يعتبر ايه بنسميه في القانون مصنف ايه مشتق من المصنف الايه الاصلي اللي هو المؤلف نفسه او الكتاب نفسه. انا النهارده قمت بيه جبت البرزنتيشن دي وانا هقول هشرحها بطريقتي انا كده اسمي بيرفورمر او اسمي مؤدي انا بادي بمثل. ما هو اللي بيؤدي يعني بيقوم بالتمثيل هو المحامي مش المحامي اللي بنوصفه هو ممثل على فكره ممثل القانون بيجي قدام هيئه المحكمه وكل محامي له اسلوب معين في الايه في التمثيل. في واحد عنده القدره على ان هو يقنع المحكمه وتطمئن ليه وواحد تاني يبوظ الدنيا كل واحد ليه طريقه مختلفه. في النهايه حق اللي هو قام بيه ده اسمه حق الاداء العلني حق الايه الاداء العلني في ان هو يقوم امام الجمهور بالتمثيل ويبقى الاستاذ في الجامعه ليه حق الاداء العلني المحامي ليه حق الاداء العلني المغني ليه حق الاداء الممثل ليه حق كل دول او الفنانين بيسموهم ايه فناني الاداء ده حق مجاور. الفكر ده انا سجلته في تسجيل صوتي المنتج بتاع التسجيل الصوتي ده له حق اخر بنسميه حق ايه حق مجاور ده الحق الايه المؤلف. هيئات الاذاعه ليها حق اخر اسمه حق الايه حق مجاور. يبقى احنا عرفنا ان الملكيه الفكريه هي كل ما ينتج عن العقل البشري من افكار وابداعات واختراعات. وعلى فكره انا ايه بتكلم ما قلتش ابتكارات قلت اختراعات وابداعات. كلمه ابداع تخص الجانب الادبي والفني كلمه اختراعات تخص الجانب الصناعي. يبقى كلمه انا بتكلم عن الانفنشن انا بتكلم عن الايه الاختراعات في مجال الصناعه. مين المتعلق مين المختص بهذا الكلام مين اللي بيعمل انفنشن؟ الناس بتوع المتخصصين في التخصصات العلمية الناس بتوع الهندسة والناس بتوع الطب والناس بتوع الصيدلة دول بيشتغل بناء على الدراسة اللي هو درسها في الجامعة والأبحاث اللي هو بيجريها ثم وصل لفكرة معينة طلع لنا دواء جديد طلع لي معدة جديدة مكنة جديدة آلة كل دي تعتبر انفنشن اختراعات. إنما ما هياش إبداعات. الإبداع ده بيبقى إبداع إيه؟ ذهني. والابداع الذهني ده بيبقى حاجات متعلقه بالمجال الايه الادبيه متعلق بالادب فبيطلع في صوره كتاب في صوره اللي هو بنقول عليه بقى مصنف المصنف الادبي. المصنف الادبي على فكره لو انت عملت كتاب في الكيمياء اسمه مصنف ادبي برضو. يعني كلمه الادبي هنا مش مقصود بيها تخصص ادبي وعلمي لا يعني كلمة literature هنا أو الأدب المجال اللي هو أنا بتكلم فيه الناحية بس من الناحية النظرية من الناحية الأكاديمية فكده أنا بقول عليه مصنف إيه مصنف أدبي. ده الإبداعات. أمال هي إيه الابتكارات؟
ان انا اخد الاختراعات دي ادخلها حيز التنفيذ تبقى منتج يباع ويشترى في السوق. ده كده بسميه ايه؟ ابتكار. يبقى الانوفيتور هو رجل الاعمال اللي بيتبنى الفكره ويحولها الى منتج يباع ويشترى في الايه؟ في الاسواق. وده كلنا احنا بنشوفه. بنشوف ازاي؟ بنشوف النهارده ان اللي توصل ليه فكره العلاج مثلا فيروس سي، هي في النهايه توصل ليه فكره عباره عن مجموعه معينه من كم ملي جرام مش عارف من الماده الفعاله دي مع ده مع ده يطلع لي برودكت. مين بقى اللي هينتجه على نطاق واسع في الاسواق؟ شركه من شركات الادويه. هم دول مين؟ هم دول الانوفيتور، هم دول الريسك تيكر، هم دول الناس اللي بيتحملوا المخاطره وياخدوا الكلام ده ويطبقوه ويبيع. ممكن ينزل السوق ويخسر وممكن يكسب. دايما المخترعين ودايما المبدعين هو عنده دماغ كويسه لكن مش لاقي ياكل، وربنا ما بيديش كل حاجه. انت عندك الفكر ما عندكش الفلوس، في واحد تاني عنده الناحيه الماديه فيقدر ياخد الكلام ده ويحوله الى منتجات ويبيعها في السوق، فهو اللي بيتحمل المخاطره فبيكسب كتير قوي او يخسر كتير قوي. يبقى المخترع غير الايه؟ غير المبتكر. الابتكار شيء والاختراع شيء اخر. يبقى لما اتكلمنا بقى السؤال نرجع بقى نقول المده. كنت انا ليه بسال المده؟ عشان اقول ان حمايه حقوق الملكيه الفكريه محدده الزمن، لكن حقوق الملكيه الماديه فور ايفر، ملهاش زمن. الشقة اللي حضرتك قاعد فيها تورثها اللي بعديك واللي بعديك واللي بعديك الى ان يرث الله ليه الارض ومعها. ما فيش الا وانت بتبيعها لحاجه ثانيه، لكن طول ما هي موجوده معاك هي ايه؟ هي متاحه. انما حقوق الملكيه الفكريه مالها؟ ها، مؤقته محدده زمنيه. نيجي في براءه الاختراع 20 سنه من تاريخ التقدم بطلب الحصول على براءه بس، بعد كده يحصل فيها ايه؟ تسقط في حيز الملك العام. يعني ايه تسقط في حيز الملك العام؟ يعني تصبح متاحة للعامة. بس عايز أأكد على نقطة، إن الملكية الفكرية لها جانبين، لها شقين، جانب معنوي وجانب مادي. الجانب المعنوي ده لا يسقط ولا يجوز التنازل عنه. الجانب المعنوي اللي هو إيه؟ إن الكتاب ده عمله ياسر جدلة هيقعد طول العمر باسم ياسر جدلة. إنما الحق المالي بقى اللي هو الاستغلال لهذا المصنف هو ده اللي ليه مدة زمنية معينة، أو لما تنتهي هذه المدة الزمنية من حق أي حد إنه يستغل هذا المصنف من غير ما يرجع يسأل. عشان كده كلنا عارفين إن خوافض الحرارة في كل دول العالم رخيصة. رخيصة ليه؟ عشان براءة الاختراع اللي بتحمي المادة الفعالة في خوافض الحرارة سقطت في حيز الملك العام اللي هي السلسليك أسيد. عشان كده عمر ما حد بيشتري بروفين ولا مش عارف نوفالجين ولا أسبوسيد ولا أسبرين إلا بسعره رخيص. مش سعره رخيص عشان هو وحش، يبقى الدواء اللي سعره عالي لسه براءة الاختراع بتاعته ماله في حيز الايه؟ التنفيذ. عشان كده سعرها عالي. هو سعرها عالي ليه؟ لان الراجل صاحب البراءة لما ادى ترخيص للمصنع، المصنع هيعمل ايه؟ هيحول العبء بتاع الاتوات اللي هو بيديها له على المستهلك النهائي. ما المستهلك هو اللي غلبان، هو اللي بيدفع. عشان كده الادوية، فلما الاقي مضاد حيوي سعره عالي، مش عشان ما اجيش اقول بقى ده جودته اعلى خالص. عشان كده في مضادات حيويه الدكاتره ما بيكتبوهاش، لان بيبقى عايز يكتب الدواء اللي بيجي له مندوب الدعايه يقول له السلام عليكم اكتب الدواء ده، وبعد كده يا فندم هنعمل لك رحله مش عارف ايه شرب الشيخ وتتفسح انت والعيال، فتدخل تلاقي العياده كلها بتاخد نفس الانتيبيوتيك. طبعا انا ابقى بكون عند بعض زمايلي من اساتذه الطب بقول له يعني كل العياده كلهم بنفس الدواء، قال لي ما هو كده كده اي كلهم الانتيبيوتيك شغال معاهم، بس عشان خاطر الشركه اللي جت. يعني فيش الكلام ده في دول اوروبا، فيش الكلام ده خالص، لان اول حاجه فيرست اوف اول يعني وفقا للقواعد والمسؤوليه في مجال الطب والكلام ده، انك انت بتدي له الحاجات اللي اساسا سقطت في حيز الملك العام عشان خاطر مساله متعلقه بيه. ان لكن احنا عندنا فيش الكلام ده، لان الكنترول في المجال ده محدود جدا. فانا عارف ان انا بديك انتيبيوتيك مثلا 1 جرام، طب ما انا ممكن اعالجك بال 400 جرام على فكره وتبقى زي الفل يعني، بس انت لو خدت الواحد مش هيحصل حاجه. عشان كده دلوقتي كلنا لما بتاخده المضادات ما بتتاثرش ولا بتحيقش فيك. ليه؟ عشان وانت محتاج ال 400 اشتغلت على ال 1 جرام، فجسمك اعتاد على الواحد. المفروض ان كان يبقى فيه ايه؟ تدرج. يعني احد الدراسات العلميه اللي اتعملت في هذا المجال في مصر بتقول ان المصريين 90% من المصريين 90% مقابل 90% من المضادات الحيويه ما بقتش تحوق معاهم لانه بيقرقشوه.
يبقى لما اعرف ان سعر الدواء عالي مش عشان الدواء ده حلو وجميل واحسن، انا بعرف ان سعر الدواء ده عالي عشان خاطر ايه؟ لسه براءة الاختراع بتاعته في حيز الايه؟ التنفيذ ما انتهتش. لكن اول لما براءة الاختراع بتاعته تسقط في حيز الملك العام هتبقى متاحه للايه؟ للعام. او ده فكره الملك الايه؟ الملك العام. ده في البراءة. يبقى البراءة 20 سنة. طب بعد 20 سنة خلاص اي حد يقدر يستغلها. العلامات التجارية زي ما الزميل قال، العلامة التجارية 10 سنين وتتجدد. طب لو انت ما جددتش هتسقط العلامة. خلاص انت ما جددتهاش. بدي لك بعد العشر سنين مدة 6 شهور خلالهم تقدر انك انت تروح تجدد اللي هي تدفع المصروفات. طب ليه بقى هنا بجددها على طول؟ ما اقدرش هنا تبقى الحماية لفترة زمنية محدودة طول ما المنتج بيباع في الاسواق. المنتج بيباع في الاسواق لما تيجي تقول انا هسقط الحماية عنه يبقى انا عايزك اي حد يقدر ياخد العلامة ويحطها على المنتج بتاعه فيما ينفعش. وعشان كده احنا النهاردة ليه بنبدأ بالعلامات؟ لان العلامات في مصر مشاكلها كتير. طب البراءات ما عندناش قوي. طب ليه ما عندناش قوي؟ ايه السبب؟ لازم نسأل نفسنا. يعني احنا ما بنعرفش نطلع اختراعات؟ لا، احنا زي العفاريت، احنا بنطلع كل حاجة. بس هي الفكرة ايه؟ احنا بننفق على البحث العلمي قد ايه؟ عشان توصل لبراءة اختراع لازم تنفق فلوس كتيرة. لكن عشان توصل لعلامة تجارية ما فيش اي مشكلة، ده العلامة لوجو رسمة. عاوز الرسمة بتاعت المعهد حرف الان عملناه بس كده استريتش كده خلاص. ايه هو اللي اخترع فيه؟ احنا قلنا حاجة لسه ما تخد، احنا اتفقنا هنمشي واحدة واحدة لغاية ما ايه الطيارة تعمل تيك اوف، لكن مش هندخل في ديتيلز وتفاصيل. عشان كده احنا اكدنا وزي ما معالي النقيب قال احنا في دورة تدريبية. يبقى في دورة تدريبية بناخد ايه؟ خلي حضراتكم تستفيدوا وتتدرجوا في المعلومة من تحت لفوق. لكن لو هي ندوة هرد على الأسئلة بتاعتكم خلاص. فكل واحد، ما أنا عندي طلبة في المعهد قام كيف كريم محامين جوا عنده قضية جاي يدخل المعهد عشان يسألنا أقول له يعمل فيها إيه ويروح. دي استشارة تدفعوا فيها فلوس بقى. لكن إحنا في التدريب عايزين نتعلم الأول واحدة واحدة كده نتدرج. لما هنحضر مره في الثانيه في الثالثه وهنلاقي نفسنا ابتدينا ايه في حاجات هتبقى حاجات عملي بيور قضايا ونقعد نتكلم في القضيه وازاي ان احنا نقرا القضيه صح. مش اول ما يجي واحد يقول لي انا عندي هخرب لك بيته، انت شفت حاجه هتخرب بيته من غير اي حاجه؟ طب استنى بس اهدى كده، اهدى بالله بس واقرا كويس وتعلم ازاي تقرا القضيه بشكل علمي وبشكل دقيق. زي ما سيادة النقيب قال ان احنا على فكرة تعريف القانوني باحث، المحامي ده باحث. يعني المحامي لازم تروح البيت بتاعه تلاقي عنده مكتبة وعمال يذاكر بيبحث، فما يقولش رأيه في حاجة الا لما يقرأ عشان خاطر ما يقولش رأيه يكون رأي ايه متسرع بدون بحث وبدون تقصي للمعرفة. بقول براءات الاختراع احنا بنصرف على البحث العلمي في مصر نسبة صغيرة جدا تكاد تكون 3% من الناتج المحلي الاجمالي، رقم صغير قوي قوي. دايما بقول الكلام ده في كل محاضرة في كل حاجة اقول انتوا عارفين حضراتكم ميزانية البحث العلمي في الولايات المتحدة الامريكية قد ايه؟ ضعف حجم الناتج المحلي الاجمالي في جمهورية مصر العربية كلها. يعني الناتج بتاعنا لما تضربه في 2 ده الميزانية البحث العلمي في امريكا. شيء طبيعي لازم يطلع براءات ويطلع عفاريت، شيء طبيعي، ميزانية ضخمة جدا. انت بتتكلم على حاجة قرب المليار وشوية دولار، فانت يا كم اكتر، تريليون دولار ده في ميزانية الايه؟ البحث العلمي. خد بالك بقى ان انت ممكن تكون بتتكلم على ميزانية البحث العلمي عندنا نصها رايح لأجور اعضاء التدريس والباحثين. هو ده كده انا انفقت على البحث العلمي وانا لما ادي واحد مرتبه يبقى انا انفقت على البحث العلمي. فشيء طبيعي اني عمر ما هيطلع قماش. جربش انجربش قوي، المدخلات اي كلام، المخرجات اي كلام. هتاكل كويس هتبقى صحتك كويس، هتاكل كل يوم فول برضو هتبقى صحتك كويسه بس بطريقه تانية. فالانبوت لما بيكون كويس الاوتبوت بيبقى ايه؟ بيبقى ممتاز. هتصرف كويس هتطلع
انما العلامات مش محتاج الكلام ده، حق المؤلف مش محتاج الكلام ده. عشان كده احنا معظم القضايا عندنا في مصر حق مؤلف وعلامات. هل ده معناه ان احنا ما نشتغلش على البراءات؟ ربنا يكرم ان يطلع اي حاجه. ممكن يبقى في مشكله متعلقه ببراءه اختراع لاجنبي بيسجلها في مصر، احنا عارفين ان احنا وفقا للاتفاقيات الدوليه المنظمه للملكيه الفكريه عندنا في اتفاقيه مشهوره جدا حاليا وهي الاحدث اسمها اتفاقيه تريبس، او اسمها اتفاقيه الجوانب التجاريه المتصله بحمايه حقوق الملكيه الفكريه. الاتفاقيه دي في اطار منظمه التجاره العالميه بتعمل ايه؟ بتحمي حقوق الملكيه الفكريه وبتنظمها الشق الصناعي الملكيه الصناعيه وبتنظمها في الشق الايه؟ الادبي والفني. الاتفاقيه دي بتقول ايه؟ احد المبادئ الاساسيه بتاعتها ايه؟ مبدا اسمه مبدا المعامله الوطنيه. ايه مبدا المعامله الوطنيه؟ ان حضرتك تعامل الاجنبي عندك نفس المعامله اللي بتعاملها للايه؟ للوطني، وهو بره يعاملك نفس المعامله اللي بيعاملها للايه؟ للوطني عنده. عشان كده انا مصري اقدر اسجل في امريكا زي ايه؟ زي الامريكي، والامريكي يقدر يسجل في مصر زي الايه؟ زي المصري تماما، مفيش اي فروق. يبقى انا ممكن يبقى في مشكله، ممكن تبقى عندي قضيه متعلقه ببراءه اختراع لخواجه جوه مصر، هو صرف على البحث العلمي عنده هناك لكن سجل هنا، شيء طبيعي. لكن الحقوق المؤلف والعلامات التجاريه والتصميمات الصناعيه نظرا لان هي ما بتحتاجش انفاق كبير على البحث العلمي، فمن السهل ان احنا نلاقيها عندنا في مصر ونلاقي عليها قضايا كتيره جدا في هذا المجال. يبقى انا عرفت انا حاجتين مهمين في الملكيه الفكريه، ان اول حاجه انها بترد على اشياء غير ملموسه، وده حاجه ان المده الزمنيه لحمايتها ملا مؤقتا فيما يتعلق بحقوق الايه؟ الماليه او الاستغلال المالي. اما فيما يتعلق بالحق المعنوي او الحق الادبي او الحق الابوي فهي حقوق ملا مؤبده، فعش واحد يتنازل لعياله عن اسمه على المصنف الادبي، فعش، وما ينفعش ينتقل ده للخلف الايه؟ الخلف لا عام ولا خاص. الخلف العام اللي هو الورثه، الخلف الخاص ما ينفعش واحد يبيع لواحد ايه؟ اسمه على كتاب فيروح شايل اسمه وحط اسمه هو، ما ينفعش، ما سمعناش عنه جديده. لكن يقدر يتنازل عن الحقوق الماليه لاستغلال هذا المصنف، يقدر يتنازل عن الحقوق الماليه الخاصه باستغلال هذا المصنف. يبقى عندي حاجتين زي ما قلت لحضراتكم. الحاجه الثالثه بقى مهمه جدا، إقليمية الحماية. يعني إيه إقليمية الحماية؟ يعني حضرتك لما بتتقدم بطلب للحصول على حماية للفكرة بتاعتك، سواء بموجب براءة اختراع، تصميم صناعي، علامة تجارية، مؤشر جور، أيا كان، بتحصل على حماية داخل إقليم الدولة التي تقدمت بطلب للحصول على حماية فيها. عندي فكرة وسجلتها في مكتب براءات الاختراع المصري تحصل على حماية دولية، مفيش حاجة اسمها حماية دولية. في ناس بتفتي وتقول ده في براءة محلية وفي براءة دولية، ده فتاوي، مفيش. ببساطة شديدة ازاي تفكر ان ممكن تبقى في جهة تصدر حماية او تصدر براءة دولية يترتب عليها انك انت تفرض على السيادة الوطنية شيء؟ ده كده معناه ان الدولة دي مستعمرة، مش كل دولة ليها سيادة على الاقليم بتاعها برا وبحرا وجوا. ازاي حضرتك بتقول لي ان انا هطلع حماية دولية؟ يعني دي تيجي دولة تيجي جهة معينة تطلع براءة وتقول البراءة دي دولية وبالتالي الفكرة محمية في كل دول العالم؟ مفيش. لا، بس في حاجة اسمها البي سي تي. انا لما روحت مكتب البراءة، البي سي تي ده اتفاقية التعاون خاصة بالبراءة، حضرتك لما بتحب تعمل تسجيل دولي بتقدم عليها، فبيتبعت الطلب بتاع حضرتك للدول اللي في الاتفاقية، وتاخد نفس الإجراءات اللي عند حضرتك، بس تدفع عليها بقى رسوم فتاخد حماية في الدول التانية، بس تدفع مقابل. ما انت تقدر تروح، بس بدل ما تروح تلف العالم بتقدم عن طريق هذه بموجب هذه الاتفاقية. لكن ما فيش حاجة اسمها براءة ايه؟ دولية خالص. في حاجة، ما فيش حاجة اسمها حماية دولية، لكن في عندها حاجة واحدة بس اسمها ايه؟ حماية اقليمية داخل الايه؟ الاقليم. هاجي اسأل نفسي سؤال مهم، طب هو انا لما اوصل لفكرة عايز احميها الف العالم كله احميها يعني ولا ايه؟ مجنون انا هروح اسجل هنا وهنا وهنا وهنا؟ لا، اما نسجل فين؟ حضرتك تروح تسجل في السوق او في الدولة اللي المنتج اللي هيطلع من
الفكرة بتاعتك مطلوب فيها. يعني ايه مطلوب فيها؟ هقول لحضراتكم ببساطة شديدة الفكرة بتاعت اللي هو الإقليم أو المكان اللي أنا عايز أحمل فيه الإيه الحماية. أنا وصلت الفكرة لعلاج فيروس سي. فيروس سي منتشر فين؟ فيروس سي منتشر في مصر، مش منتشر في دولة تانية. يبقى أروح أسجله في أمريكا ولا أسجله في مصر؟ أسجله في مصر. ليه؟ لأن لو واحد سجله في أمريكا وحضرتك خدت الفكرة دي فهمتها وجيت جوه مصر طبقتها، انت ما اعتدتش على حقوق الملكيه الفكريه. ليه؟ لان هو حصل على حمايه. حضرتك الله يخليك الله يخليك تسلم. هو ما عملش حمايه جوه مين؟ هو عمل حمايه للفكره بتاعته داخل الدوله اللي هو سجل فيها براءه الاختراع، فبالتالي انا اقدر اخد الفكره واجي اطبقها في مصر. وده حصل عندنا لما كنا بنتكلم على اللي هو السوفالدي في مصر وطلب ان هم يسجلوه، ومكتب براءات الاختراع رفض تسجيل الفكرة دي. ليه؟ لسابق الإفصاح عنها في دولة أخرى، وبالتالي ده اللي ترتب عليه اللي خلى السوفالدي يتقدم في مصر بسعر رخيص، عشان خاطر هو إيه؟ إن هو سبق تسجيل هذه الفكرة وحصول على براءة في دولة أخرى فأصبحت معروفة، فبالتالي أنا أقدر إن أنا أستغلها في مصر من غير ما أعمل إيه؟ ما أخد من الراجل اللي برا ده ترخيص. فشركة السوفالدي أحسن لها تعمل إيه؟ طب خلاص احنا غلطانين، حقوقوا علينا، ممكن ندعوهم معاكم ونديكم المنتج ده بس بسعر ايه؟ ارخص، بدل ما اخسر ليه السوق. عشان كده بقى علاج الفيروس سي بقى رخيص. لو انا برضو دي نقاط مهمة جدا، فهمنا واستيعابنا للملكية الفكرية والتشريعات بتاعتها والتطبيق الخاص بيها ممكن يخليك انك انت تحقق مكاسب اقتصادية رهيبة وانت مش واخد بالك. زي ما نشوف العلامات التجارية، علامات التجارية ببص الاقي علامات وصلت الارقام بتاعتها ل 250 مليار دولار. يا خبر اسود، ده الرقم ده يحل مشاكلنا كلها. 250 مليار، ده احنا لما بناخد 3 مليار من الصندوق بيعذبنا. يعني الملكية الفكرية ده خطيرة للدرجة دي. الملكية الفكرية هي اللي خلت الدول المتقدمة دول متقدمة، وعدم اهتمامنا بالملكية الفكرية هو اللي خلانا في مصاف الدول الايه النامية. يبقى الحماية بتاعت الملكية الفكرية حماية ايه؟ اقليمية. حضرتك خدت براءة جوه مصر، يبقى انت فين؟ انت مسجل داخل جمهورية مصر العربية. عايز تسجل فيه يبقى تروح تسجل في المكان اللي فيه طلب على المنتج بتاعك اللي هو الخاص بك. عايزين بقى النهاردة نتكلم على احد الأدوات القانونية المستخدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بس هو في مجال العلامة أو العلامات التجارية. بالمناسبة كل المراجع العلمية دلوقتي ما بتستخدمش كلمة علامة تجارية، اسمها علامة فقط. ما عادش حد بيتكلم حاجة اسمها علامة إيه؟ تجارية. حتى كل المراجع يقول لك إيه؟ ماركس. ما فيش حاجة اسمها تريد مارك. ليه؟ لأن في سيرفيس مارك، في علامة خدمية، في تريد مارك، يبقى العلامة خاصة بالمنتج. فعشان ما يحصلش أي لبس قال لك لا، العلامات الفقه القانوني فيه العلامات. أنا بتكلم عن ماركس عموما. ممكن تبقى العلامة بقى علامة خدمة، ممكن تبقى علامة سلعة، ممكن تبقى علامة جودة، ممكن تبقى علامة مش عارف إيه أو ما شابه ذلك. يبقى إحنا عرفنا ليه النهاردة بنبتدي بالعلامات التجارية. بنبتدي بالعلامات التجارية علشان خاطر إحنا عندنا هنا مشاكل كتيرة في الإيه، وعندنا قضايا كتير في العلامات التجارية. لكن لازم أبقى فاهم الأساسيات والخلفيات المتعلقة بالملكية الفكرية كشيء أساسي وبالنسبة لي هنا مهم. بمناسبة الاتفاقية اللي احنا قلنا عليها اتفاقية تريبس، هقول نقطة قبل ما ادخل على العلامات التجارية وخدوا بالكم منها عشان دي مهمة جدا جدا وبيترتب عليها مشاكل. في فرق بين اتفاقيات، وفي فرق بين اتفاق، وفي فرق بين معاهدات، وفي فرق بين بروتوكولات تعاون، وفي فرق بين مذكرات التفاهم. مذكرة التفاهم أضعف أنواع التعاون اسمها مذكرة التفاهم، وأقوى أنواع التفاهم اسمه اتفاق. ولو الدولة وقعت على اتفاق agreement لازم تعدل التشريع الوطني بما يتسق مع هذا الاتفاق. يبقى النهاردة دي بتاعت حضرتك. تاني،
احنا في مصر دايما، ودي النقطه مهمه جدا وملحوظه يا ريت تاخدوا بالكم منها خاصه الشباب اللي حاضر، تعلموا تاخدوا المعلومه من 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 مش من على السطح، بتعمق المفاهيم الاساسيه. لو ما عرفتهاش هتعك، يعني ما ينفعش اكلمكم وانا مش عارف انت اسمك ايه. اول حاجه ما تقعدش انتوا، لو لاحظوا كده ممكن ناس تقابل ناس وتقعد تحكي وفي الاخر هو انت اسمك ايه بالمناسبه، مع انه ده كان اول سؤال، اسمك ايه، بتشتغل ايه، عشان اعرف انت مين وخلفيتك ايه. فاعرف يعني اجي النهارده اقول خد دي دوره تدريبيه في الملكيه الفكريه مع مين، ايه بس ادخل قول لهم اي حاجه وخلص، يعني هم مين دول، مش اعرف اكلمه عشان اكلمهم بلغه يفهموها. يعني ما اروح ادي دوره تدريبيه للناس في نقابه المهندسين زي ما ادي في نقابه المحامين، لازم ابقى واخد بالي، فلازم ابقى فاهم الاساسيات. هو يعني الخواجه ليه سماها كونفنشن وليه سماها اجريمنت وليه سماها ميموراندوم اوف اندرستاندينج وليه سماها بروتوكول الا اذا كان في فروق بينهم؟ طب ايه الفروق؟ اضعف انواع التعاون هو مذكره التفاهم. مذكره التفاهم دي مجرد ان انا وانت يعني اتفهمنا ان احنا هنفكر ان احنا نتعاون في المستقبل ونبقى كويسين يعني، وبالتالي ممكن بعد ما امضي مذكره التفاهم اقول لك مش هتعاون معاك. تعرف ناس بقى مش صورنا، اهم حاجه صورنا وتنزل لنا الصوره على الفيسبوك كل سنه طيبين، دي مذكره التفاهم. على فكرة دي كل مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها لما بيحصل زيارة لرئيس الجمهورية لأي دولة، اللي بنسمع عنه ده اسمها مذكرات تفاهم. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن احنا نقرأ ونشوف، وللأسف الإعلام بيروح كاتب الكلام ده بطريقة خطأ، يقول ايه وقعت الحكومة المصرية 135 اتفاقية تعاون مع الجانب الصيني بقيمة تصل إلى 385 مليار دولار للمصريين. لكن الفلوس دي بتروح فين؟ 305. وتاني يوم نوقع مع الحكومة الألمانية، وبعد شوية نوقع مع الحكومة الأمريكية. ما الأرقام دي بتروح فين؟ بالراحة بس، ما هو الإعلام بيتكلم غلط. كلها مذكرات تفاهم. يعني مذكرات تفاهم يعني نية، أسميها بلغة صندوق النقد الدولي بيسموها letter of intent، خطاب نوايا. انا بقول لك بس يعني واحد رايح بيقرا فتحه بس، هقرا فتحه النهارده هنا وتاني يوم هقرا هنا وتالت يوم هقرا هنا، حد اللي عندي محدش يقدر يكلمني على فكره. قريت فتحه امتى تبقى ليله سودة؟ لما يبقى اجريمنت، لما بعد زواج علي العوض خلاص. هنا بقى الخروج من سياده الدخول، هنا هتخرج بألقاب حلو، يعني يبقى معاك ألقاب جديدة تضيفها للسي في بتاعك تفرق. يبقى لما اتكلم عن اجريمنت، علشان كده كل الاتفاقات اللي تم توقيعها في اطار منظمة التجارة العالمية اسمها ايه؟ اجريمنت. وعشان كده غصب عنك لازم البرلمان يروح معدل يصدق على هذه الاتفاقات وتصبح نافذة. عارفين كل مذكرات التفاهم اللي احنا وقعناها مع الجانب الصيني منذ ان اعترفنا بالصين في الخمسينات، ما لم ينفذ غير واحدة فقط اللي هي خاصة بالقطار الكهربائي اللي تم توقيعها في الفترة الأخيرة. بتكلم من يوم ما نعرفهم يعني، كلها مذكرات تفاهم بس. بعد كده يجي وفد من الصين يقعد يتناقش معانا يقول لك لا والله أنا كنا فاهمين غلط، احنا آسفين، سلام عليكم. عشان كده لما تيجي تقرأ خلي بالك فرق بين مذكرة بروتوكول أعلى شوية، معاهدة أعلى سنة، يعني الالتزامات بتزيد. وصلت لكلمة agreement اتفاق، خلي بالك دي مسمات مهمة جدا وانت بتكتب في العقود اللي احنا شغالين copy paste. يعني عقود دلوقتي اي حد يقول لك عايز اعمل العقود ولا في سنة خمس دقايق اعمل لك من عندي لعندي، متقلقش باجي اطلع لك ان هو مكتوب غلط. ليه؟ ما انت مسميه غلط. يعني المولود انثى تسميه محمد؟ خد بالك، ما لو انت مش عارف الحاجات الاساسيه واخطات فيها. ودي مشكلتنا دايما حتى في القضايا، لما تيجي تبص على قضيه تبص على المشكله الاساسيه جوهرها، لا ده في ممكن النواحي الشكليه تضيعها بالراحه كده واحده واحده. الاول يعرف مين هو الطرف المدعي ومين هو المدعي عليه وده صفته ايه وده صفته ايه ومش، وبعد كده نبقى نناقش، لكن ما ندخلش في تفاصيل قبل ما تكون عرفت الايه الاساسيات.
فيبقى لما اتكلم عن اتفاقيات دايما خلي ركزوا، انت بتتكلم على اتفاق ولا معاهده ولا بروتوكول ولا مذكره تفاهم؟ مذكره تفاهم يبقى شكر اقدر ارجع فيه، وبروتوكول اقدر ارجع فيه، ومعاهده اقدر ارجع فيه، اتفاقيه لا، الرجوع عنها سوف يترتب عليه التزامات فظيعه للطرف ده وللطرف ده. تعالى بقى نتكلم على العلامه التجاريه. ايه العلامه التجاريه؟ وخلي بالك نركز هنا في العلامه التجاريه على الديفينيشن، تعريف، عشان نعرفها كويس قوي ايه المقصود بالعلامه التجاريه. احنا مش بنحفظ حاجه، احنا بتوع القانون بنرجع نجيب نص الماده ونحطه ونعمل تكييف قانوني. انا ما بخترعش الزهر، مش مطلوب ان انا احفظ. كلمه علامه يعني ايه؟ اهم حاجه التمييز. العلامه مش مميزه، مش مميزه ما بتميزش بين علامه تانية، ما تنفعش تتسجل. يعني اول حاجه بيبص عليها المكتب، بالمناسبه احنا عندنا في مصر 11 جهه منوط بيها تسجيل الملكيه الفكريه، بس الحمد لله ربنا كرمنا واطلق الرئيس الجمهوريه اطلقت استراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه في سبتمبر 2022، وكل الكيانات دي سيتم دمجها في كيان واحد اسمه الجهاز المصري للملكية الفكرية. الجهاز المصري للملكية الفكرية مشروع قانون احنا عملناه، دخل مجلس النواب الحمد لله امس فقط اتوافق عليه في اللجنة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمفروض ان هيدخل اللجنة العامة وبعد كده هيصدر قانون بانشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. فما عادش عندنا بقى مكاتب الملكية الفكرية اللي هم 11 بالمناسبة، مكتب البراءات في أكاديمية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي لو عايز تسجل براءة، مكتب العلامات في وزارة التجارة والتموين والتصميمات الصناعية، 5 مكاتب لحق المؤلف في وزارة الثقافة بيتصارعوا ده بتاع حلمه، لا ده حق الأداء عندي، لا المصنفات الأدبية عندي مشاكل، حق حماية مكتب الأصناف النباتية في وزارة الزراعة، مكتب القواعد البيانات والبرمجيات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يعني ايه دم الملكية الفكرية مفرق بين القبائل؟ دول العالم كلها 50% من دول العالم عندهم مكتبين، مكتب للبراءات والعلامات ومكتب لحق المؤلف. إلا 11 مكتب، فطبعا ده على طول معناها مشاكل. أنا يعني تخيل لو بقى واحد عنده ملكية فكرية فيها كل الكلام ده، يقعد يروح هنا يقدم على البراءة ويروح هنا يقدم على التصميم ويروح هنا، في الآخر يقول لك أنا هقعد في البيت مش هروح، تعرف مناسبة، غير لما أنا أحطه في كيان واحد وفي جهة واحدة ويبقى الجهة دي. والحمد لله الحاجات اللي احنا أكدنا عليها في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إن الكيان ده يخلق كيان رقمي من دي وان، يعني كل حاجة ديجيتالايز بمعنى الكلمة، والمقر بتاع الجهاز يبقى في العاصمة الإدارية، وتقدر تدخل تسجل اونلاين وتتعامل من البدايه من دي وان. فمش عايزين بقى نقول ايه الماضي، خلاص الحمد لله احنا خرجنا من هذا الامر. بالمناسبه نقابه المحامين موجوده في الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه ومنوط بها التوعيه، يعني ودي على فكره منذ اطلاق الاستراتيجيه كل جهات الدوله منوط بها انها تنفذ الاستراتيجيه كلهم فيما يخصه. فاحنا نقدر نقول ان في اطار البروتوكول اللي اتوقع بين نقابه المحامين والمعهد القومي للملكيه الفكريه هو الهدف ايه؟ توعيه بقى بالتدريب، التوعيه باللقاءات. بس احنا بنركز ليه على مجال التدريب؟ عشان الندوات مره واتنين وشكر، مفيش السستينابيلتي، مفيش الاستمراريه. النهارده سمعت كلمتين كويسين، لا انت عايز تكمل عشان مش تسمع كلمتين عشان تعرف، وده اللي احنا نتعاون فيه مع نقابة المحامين. وعلى فكرة مش بس نقابة المحامين، النقابات الأخرى، لكن احنا بنقول ان النقابة بتاع حضراتكم هي أول نقابة بتهتم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وفي بروتوكول. وفي بروتوكول، يعني بتنفذ على أرض الواقع. مش مجرد ان احنا بقية الجهات حالياً مفيش. بس بمجرد بقى إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ودخوله حيز التنفيذ، هيبقى الوضع بقى ايه؟ المعهد القومي للملكيه الفكريه هو الكيان المتعلق بالعنصر البشري.
التدريب وتعليم والتدريس الكلام ده في المعهد القومي للميكانيكا. الجهاز منوط بيه عملية التسجيل، يعني لما تسجل فكرة تسجلها فين؟ في الجهاز. والجهاز على فكرة حتى عشان نديله قيمته وقوته خلينا رئيس الجهاز بدرجة وزير، يعني لأول مرة في مصر بقى عندنا وزير للملكية الفكرية. طب هو مش حكاية وزير، لا حكاية ان انا برفع شأنه وقيمة بعلي قيمة العلم. وانا لما اعمل كده انا بقول ان الملكية الفكرية حاجة مش ايه، مش قليلة. وجوه عملنا هيكل تنظيم محترم، ادارة مركزية خاصة بالملكية الصناعية تحتها ادارات عامة، براءات وعلامات ومؤشرات وما شابه ذلك. وعملنا لاول مرة ادارة اقتصادية للملكية الفكرية تحت الجهاز، يعني يبقى الجهاز في جهة ادارة معنية بازاي انك انت تحول الافكار الناس بتسجلها اللي ايه تربطها بمجال الصناعة وتنتج. معنا عندنا ناس مخترعين اه، وعندي ناس مبدعين بس محدش عارف عنهم حاجة، فانا عايز لينك ده مع الصناعة اشوف مشكلة معينة. زي بره في المانيا حضرتك بيقول لك طلبة بتوع هندسة بياخدهم المصانع اللي جنبيهم، تعالى المشكلة دي حلها واعمل البحث بتاعك فيها، خد الدرجة العلمية وبعد كده تعالى بقى كونسلتنت عندنا. فبيعمل حاجة مالها، مش كلام هحطه في العرف ده، انا بحل مشكلة وباخد درجة علمية وبعد كده ببقى ايه، ببقى خبير. ما هو انا لو ما عمل، لو انا درست وما حققتش من الدراسة بتاعتي نواحي مالية بخسارة فيك الدراسة، وانت بتتعلم وخلاص، وانا بتتعلم وخلاص، لازم تتعلم وده يترجم الى ناحية مالية تخليك تدرس اكتر تستفيد اكتر وتتعلم اكتر. مفهوم العلامة التجارية، العلامة التجارية ممكن تبقى شعار، اسم، كلمة، جملة، بستخدمها عشان التمييز المنتج بتاعي عن المنتجات الاخرى، ممكن تبقى ميكس مزيج من الكلام ده، لكن اهم حاجة بحط تحتها خط ايه، التمييز. طب التمييز لمين؟ للرجل العادي المعتاد المتواصل. مش تقول لي لا اصل العلامة بتاعتي دي خطيرة ما حدش يفهمها غير واحد بيف. خليها لك حبيبي، هو اللي هينزل يشتري من المنتج في السوق خبير، ما حصلش ده راجل غلبان، ده تلات ارباعهم ما بيعرفش يقرا اصلا، فتقول للعلامة عايز انا اتعامل مع انه ما بيفهمش حاجه غلط، ده بيشاور. يبقى لما اتكلم عن التمييز مين اللي يقول ان هو العلامة دي مميزة عن العلامة التانية ومختلفة عنها وفارقة عنها؟ الشخص العادي. زي بالمناسبة في ناس مكتب يعني احد المحامين كان بيسالني في حاجه فبيقول لي يعني اصل انا لما رحت كان الفاحص لما قدمت طلب للحصول على براءه فاحص حمار وما بيفهمش، المفروض ان هم يجيبوا ناس معاهم دكتوراه. قلت له انت لو قريت القانون كنت فهمت ان الفاحص لازم يكون ايه، الشخص المعتاد في التخصص اللي هو يا دوبك معاه بكالوريوس بس، ان انا لازم هو اللي يعرف. الشخص العادي انا مش جايب له خبير ايه، خبير معاه استاذيه من جامعه هارفارد خالص، انا عايز واحد بس في التخصص ده، واحد بيفحص طلب براءه في مجال الصيدله يبقى عايز مين يفحصه؟ خريج كليه الصيدله، لكن مش معاه دكتوراه في الايه، في الصيدله. والله بالمره خد دكتوراه يبقى ده من حظه، لكن ما اقدرش اقول ان الكلام ده في كافه دول العالم الكلام ده، حتى في امريكا في مكتب البراءه الامريكي اللي بيحصل نفس الكلام. الفاحص ماله؟ هو الشخص اللي عنده الايه، القدرات العاديه في التخصص، مش لازم يبقى طالع الاول على الدفعه ومش لازم يبقى مش عارف ايه. فناخد بالنا من الجزئيه دي. مفهوم العلامه التجاريه ده القانون المصري، قانون رقم 82 لسنه 2002، وبرده على فكره بالمناسبه القانون ده عملنا فيه تعديل حوالي 90 ماده فيه، وحاليا هيدخل مجلس النواب لتعديله، واكيد اللي من حضراتكم اشتغل في القانون ده عارف مشاكله. القانون بتاعنا ده قانون يعني مليء بالمشاكل، لان كان في تسرع كبير جدا في اعداد هذا القانون. المفروض ان القانون احنا لما دخلت منظمه التجاره العالميه حيز التنفيذ في يناير 95 كان المفروض الدول النايمه اللي احنا منها ليها 10 سنين فتره انتقاليه، يعني ندخل في 2005 نكون عدلنا القانون بتاعنا، استعجلنا احنا وطلعناه في 2002. فالترجم ترجمه حرفيه. من الحاجات اللطيفة في الترجمة ان اتفاق التريبس كان بيقول have to، يعني يمكن، احنا ترجمناها يجب. بنجود
بتيجي تكلم واحد لك الحمايه الملكيه الفكريه ده مهمه جدا نزودها، بس بالراحه خد بالك انت لما بتعمل قانون لازم تعمل قانون يحمي مصالح اقتصادك. انت ما تفرحش انك تعمل قانون ما يحميش مصالح الاقتصاديه بتاعتك في الدوله. هو انا النهارده اساسا انا عندي تميز في الملكيه الصناعيه ولا في الملكيه الادبيه؟ انا عندي تميز في الملكيه الادبيه، لكن ما عنديش تميز في الملكيه الصناعيه. يبقى على قد ما تقدر ما تعملش ايه، ما تشددش الحمايه هنا، لان هتزود الحمايه هتحمي الاجنبي مش هتحمي المصري، فهيفرض عليك اسعار اكتر واسعار اكتر، يبقى عليه العوض، يبقى معناه ان المنتج بتشتريه باسعار، يبقى بتضغط على المستهلك النهائي. يبقى لما تحط تشريع تاخد بالك من الظروف الاقتصاديه بتاعه الدوله وانت بتعمل تشريع. اذا ما كانش المردود الاقتصادي للتشريع كويس على الاقتصاد يبقى ملوش لازمه، يبقى عدم وجوده احسن. اللي كانوا قائمين على القانون في الفتره دي ترجموا هاف تو يجب، وهي كانت ايه؟ يمكن. فالخواجه عارف ان في فرق بين مصد وبين هاف تو، والا ما كانش استخدم هاف تو. لكن انت خليت يجب كتر خيرك، شكرا، بتزود الحمايه لينا، ما فيش اي مشكله. تبص تلاقي تعرض النهارده فيلم في اجنبي في مصر تدفع عليه ارقام عشان تعرضه مرتين، لكن احنا الافلام بتاعتنا مباحه في كافه الدول العربيه، وتبقى انت قاعد مبسوط، قاعد والله الحمد لله قاعد حاسس ان انا قاعد في مصر. وانت ما هو ده اعتداء عليك واعتداء على الحقوق الخاصه بيك. ماسبيرو ده تراث رهيب ضايع. ولما بص ان التراث الرهيب ده اللي القيمه الاقتصاديه بتاعته عاليه في الوقت نفسه مديونياته ما حصلتش، يا خبر اسود. طب ازاي انا مش عارف استفيد من التراث ده؟ حاجات الكويسه جدا ان القياده السياسيه واحنا بنشتغل في مساله في على الاستراتيجيه الوطنيه الملكيه الفكريه وعرضنا فكره التراث المادي الخاص بمصر، وكنا عايزين احنا ندخله تحت صلاحيات الجهاز، المناقشات بين الوزارات رفضت، لكن هو ادانا اوردر تدخل، وده حاجه كويسه جدا على فكره، ان التراث ده رهيب. لكن انتوا عارفين في ناس ملهاش مصلحه ان انت تعمل حمايه للكلام ده، خليه كده. يعني لو انت لما نركز في هذا المجال بشكل كويس احنا نقدر ان احنا نحقق منه عوائد اقتصاديه كبيره جدا تحل المشاكل الموجوده اللي احنا عندنا. فناخد بالنا في الحته دي عشان في التشريعات وفي التطوير. طبعا بعد ما تقول يجب ما تقدرش تعدل الماده تخليها يمكن. شكرا. القانون عرف بالاشكال زي ما حضرتك ده، دي صور. يعني مثلا حرف الام اهو بتاع ماكدونالدز مكتوب بطريقه مختلفه، لو كتب بالطريقه المعتاده يبقى مش تمييز، لكن انت ما بتشوف الام دي في اي دوله في العالم بتعرف انه ده ماكدونالدز. خلاص شكرا، مش محتاج. بي ام دبليو العلامه بتاعت الاهلي الزمالك المرسيدس، كل العلامه خدوا بالكم العلامه التجاريه في حد ذاتها ليس لها قيمه، في حد ذاتها كلوجو كده كشعار ملهاش قيمتها. قيمتها في التصور الذهني لدى الافراد المستهلكين ان هذه العلامه وراها منتج، وهذا المنتج خصائصه 1 2 3 4 10، لانه ده بيوفر لي في السوق ان انا لما اروح اشتري سلعه ما بروحش اقول له ده بتجيب لي كده يعني عربيه على كيفك كده تكون حلوه كده والموتور بتاعها كويس والانجكشن كده يعجبك كده والصاج كده، يعني ايه لما العيال ما يدوسش عليها ده انا هتجنن بقى هروح اقول ده انا وانا بفهم حاجه في العربيه هدخل كليه الهندسه قسم ميكانيكا عشان اشتري عربيه، لكن انا بروح اقول له ايه؟ انا عايز عربيه بي ام دبليو، انا عايز عربيه فيرنا، انا عايز عربيه مرسيدس. خلاص انا عايز عربيه مرسيدس، يبقى انا عارف ان انت شخص عايز جوده عاليه، عايز سيفتي اعلى، عايز فيقول لك اه طيب ماشي والله عندنا عربيه لقطه بخمسة مليون. قيمه العلامه قيمه تدل على فقيمه العلامه راجعه للايه؟ للدلاله على المنتج وعلى خصائصه. فلما اجي ابيع لك العلامه انا ببيع لك انك لما هتحط العلامه دي على المنتج الناس كلها تشتري منك، فاصبح فاكتسبت العلامه قيمه من ايه؟ من المنتج. لكن الشعار في حد ذاته ملوش قيمه، لكن اللي خلفه هو اللي ايه؟ هو اللي ليه قيمه، وقيمه بتبقى كبيره جدا. عشان كده بقول ان العلامه بتشير للمصدر بتاع المنتج، بتشير للكواليتي للجوده بتاع المنتج، بتشير للخصائص بتاعت هذا الايه المنتج. طبعا العلامه التجاريه بتساعدني ان انا بقدر اعرف بيها مين العملاء اللي انا بتكلم عنه. يبقى النهارده مش اي حد هيجي يقول انا عرب عايز مرسيدس الا الناس اللي هي اللي عندها قدره ماليه اعلى.
فيها نوع من التنافس جوه السوق، العلامات بتتنافس بينها. ما اقول ابل خلاص انا عارف ان ابل دي معناها ان المنتجات بتاعتها جودتها عاليه جدا وليها خصائص معينه، سهل ان انا اتعامل ادخلها للمنتج للسوق للولاء اللي موجود لدى الافراد. خلينا نتجاوز الحاجات دي. الاسم التجاري، هو في فرق بين الاسم التجاري والعلامه التجاريه؟ اه في فرق بينهم، بس هل ممكن ان انا استخدم الاسم التجاري كعلامة سجلة؟ ممكن. الاسم التجاري ده الاسم المتعلق وانت بتعمل تسجيل للايه؟ للمنشأة بتاعتك. الشخص الاعتباري اللي انت راح تسجله بتختار له اسم تجاري. وممكن يكون الاسم التجاري مرتبط بالايه؟ بالاسم الشخص نفسه. يعني انا ممكن استخدم اسمي كاسم تجاري واسجله. الفرق الوحيد اللي بيميز الاسم التجاري عن العلامة التجارية أن الاسم يميز المنشأة المحل، لكن العلامة تميز المنتج. ده الفرق الوحيد، لكن يمكن أن أنا استخدم ده كعلامة ممكن. لكن الاسم التجاري ماله؟ الاسم التجاري بيميز لي المنشأة اللي هي فيها بتطلع المنتجات اللي عليها العلامة، لكن العلامة بتميز لي المنتج نفسه السلعة. أقدر استخدم ده وحطه ده؟ أقدر، مفيش مشكلة. في علامة تجارية، في علامة الخدمة اللي بتتحط على علامات زي مثلا ستار ألاينس، دي علامة خدمة، مجموعة الشركات الطيران اللوفت هانزا وإيجيبت إير ومش عارف إيه، تحالفوا مع بعض لقوا نفسهم بيشحتوا ومش عارفين يعملوا أي حاجة، قال لك نعمل تحالف وإنت عندي زي عندك، يبقى أنا لوفت هانزا عندك تاخد من مصر الطيران وبعد كده نتحاسب على جنب. فبقى عادي يقول لك اركب في الكوتشير بيننا وبينهم هم شويه كراسي، ما بالرحله بترجع فاضيه، بدل ما ترجع فاضيه انت تستفيد في الاخر نبقى انا. فعملوا التحالف ده. العلامه دي علامه خدمه مش علامه سلعه، عشان كده بره بطلوا يستخدموا كلمه العلامات التجاريه خلاص، يقول لك هي علامات فقط، ما بقاش نستخدم كلمه علامه. علامه العلامه الجماعيه دي العلامه اللي بتوضع على السلعه بتميز انستيتيوشن معين او جمعيه معينه او كيان معين بيقدم هذه الخدمات. علامه التصديق طبعا اللي هي زي علامات الجوده، لما احط لك علامه الايزو يبقى معناها ان حضرتك المؤسسه دي بتستوفي شروط الايه؟ الجوده. ايزو مش عارف 9000 واحد، يبقى انت دهنت المبنى ابيض، يبقى انت كده استوفيت الايه؟ الشرط ده. لما احط عليه تدخل معمل تلاقي عليه علامات معينه للتصديق، بقدر اعرف من هذه العلامات الخاصه بالتصديق ان المعمل ده الجوده بتاعته مستوى كذا، مستوى الخدمه قد ايه، العينه اللي بياخدوها بيتم التعامل معاها ازاي، درجه السريه والحفاظ مش عارف على اسرار العميل، كل ده انا بعرفه من خلال الايه؟ العلامات. من غير بقى ما تقول لي، مجرد وجود العلامه انت بتبقى مطمئن، عارف ان الجهه دي جهه دوليه او جهه معترف بيها وهي اللي بتمنح هذا الامر. يجي بقى للعلامه ذائعه الشهره اللي بيسموها العلامه المشهوره، واللي انا ما بحبش اسميها هي العلامه المشهوره، انا احب اسميها العلامه ذائعه الصيت او ذائعه الشهره، لان انا اعتقادي ان ما فيش علامه ما تبقاش مشهور، ما يعني علامه. لكن في علامه مشهوره قوي، مشهوره قوي يعني ايه؟ ذائعه الصيت، فائقه الصيت، عشان كده بيسموها ويل نون تريد مارك. ويل نون تريد مارك زي الابل، علامه مش حد ما يعرفش ابل. في علامات ويل نون كتيره احنا ما نعرفهاش على فكره، بس احنا ليها كرايتيريا معينه، معايير معينه، وفقا لهذه المعايير اقدر اعرف اذا كانت هذه العلامه علامه يعني فائقه وذائعه الصيت ولا لا. دي العلامات الغير تقليديه. العلامات اللي بتكلم عنها علامات تقليديه اللي بشوفها تدرك بالايه؟ بالبصر. وده شرط اساسي على فكره في القانون المصري. القانون المصري بيقول لك انا ما بسجلكش علامه غير قابله للايه؟ لازم تبقى قابله للابصار للايه؟ للادراك البصري. طب ما ينفعش علامه صوتيه ما بنسجلهاش، زي ايه؟ زي الصوت بتاع مايكروسوفت، لما تفتح الجهاز الكمبيوتر والويندوز مش ليه صوت؟ اول ما تفتح وانت نايم في البيت تقول مين فتح الجهاز؟ انت سامعه؟ دي علامه مسجله بره، انا ما اقدرش اسجلها في مصر. ليه؟ احنا عندنا القانون المصري بيقول لك لابد ان تكون العلامه قابله للايه؟ الادراك بالبصر، لازم اشوفها بعيني. ده في علامه كمان ايه؟ الريحه، الرائحه، علامه الايه؟ الرائحه.
عارفين كره التنس الاوريجينال اللي هي الاصليه الريحه بتاعتها متسجله اللي هي ريحه النجيله لسه مقطوعه طازه، دي ريحتها. اول ما تشم هتعرف ان دي كده، دي هي دي الايه الاوريجينال، دي متسجله علامه. طب احنا ما بنسجلش الكلام ده عندنا، ما نعرفش العلامه الغير تقليديه دي، بيسموها النون كونفنشنال مارك. الكونفنشنال اللي هي العلامه التي تدرك بالايه بالبصر، انا شايفها كده قدامي ماكدونالدز، علامه نقابه المحامين، الحاجات هي نقابه المحامين العلامه بتاعتها متسجله؟ لا لا مش متسجله، مسجلها يا فندم، ببعتها لي عشان اسجلها لك. العلامه بتاعت ما حدش هاجر ان هو لا والله يا فندم بيهاجروا، وليه ما نسجلهاش؟ مش متسجل، ما انا بقول يعني مش يعني، بس في نقطه هنا، في نقطه هنا مهمه جدا. لا انا هريح سياده النقيب في الجزئيه دي. لو العلامه اصل الاساس في العلامه استعمالها، فانت لما هتقول ان انت بتستعملتها بقالك سنين طويله خلاص، بس طب ايه اللي يمنع ان انا اسجلها؟ ايه اللي يمنع يعني وتبقى معروفه؟ هتكلفنا حاجه، ثلاث تعريف، ثلاث هم هيدفعوا حاجه، احنا بنقبض يا فندم، ثلاث تعريف احنا بنقبض، ما بندفعش. بتدفعوش؟ سجلوها. فالعلامات الغير تقليديه، علامات الصوت، علامات ان انا اسمع، علامات الايه الشم، ها كل دي علامات، حتى التذوق دي علامات احنا ما بنسجلهاش. في علامات لا يمكن حمايتها. شوفوا اول لما نشوف العلامه الجميله بتاعت على طول اعرف ان دي علامات، بره يسجلها بس احنا ما نسجلهاش لانها تخدش الحياة العام، ما اقدرش اسجلها، لكن بره يسجلها زي العفريت عادي اشتغل، وده ما فيش مشاكل. علامات زي المنظمات الدوليه World Trade Organization ما اقدرش اسجلها كعلامه، ليه؟ علامه مؤسسه دوليه، منظمه دوليه، البنك الدولي، رموز الهلال والصليب. صور الغير ما اقدرش استخدم صور غير الا باستئذان. فاكرين المشكله اللي هي محمد صلاح ومش عارف مين وحاطينه على الطياره لان بتدي حقات مش مظبوطه للناس، تعتقد ان ده تبع كذا، فالناس تيجي الاسراء بقى بلا سبب وندخل بقى في مشاكل بسبب استخدام هذه الصور. لابد ايه، لكن الصور المشاهير في الاماكن العامه وفي في الاحتفالات العامه متاحه. يعني النهارده الاستاذ شريف جه صورنا احنا قاعدين على المنصه، ما اقدرش اقول له تزوج خدتش اذن، لكن لو انا لوحدي اخرب بيته. ليه؟ هنا اداني خصوصيه، هنا لابد ان ياخد ايه، لازم ياخد مني برميشن. لكن طول ما انا بصور، انا صورت حضراتكم كده كلكم على بعض مش مشكله، لكن رحت مصور الواحد لوحده ما ينفعش. وبقى جاي استخدمها بقى كاي لاي سبب من الاسباب، احطها على حاجه عشان اعمل بيها تمييز، لا ما ينفعش. دي كل دي حاجات ممنوع ان انا اعمل، دي الاتفاقيات الدوليه، دي الشروط. يبقى لازم الشكل العلامه يبقى مميز، لازم تبقى جديده، ما تبقاش منافيه للاداب العام. بالمناسبه بما يتعلق بقى منافاه الاداب العامه والنظام العام، بتختلف من دوله لاخرى. ما احنا العلامات بتاعت ال 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 الاباحيه والكلام ده في الدول بره متاحه عادي، تجاره ومشروعه وتحقق مكاسب ماديه ومفيش مشاكل. بالنسبه لي انا ما ينفعش. ممكن انا ما هو في فتره زمنيه معينه منافي للاداب بعد فتره يبقى عادي او العكس، يعني مساله نسبيه. حتى فكره الاداب العامه والنظام العام ده ماله، ده شويه في نسبيه ما هياش مطلقه، ولابد انها تبقى ايه، انها مدركه بالبصر. الملكيه بتنشا بالاستعمال وليس بالتسجيل، ده زي ما حضرتك قلت ان هو فيما يتعلق بعلامه نقابه المحامين، او حتى فيما يتعلق بالعلامه الخاصه بالجامعات المصريه، ولا علامه من الجامعات المصريه مسجله، ما حدش مسجل حاجه. لكن انا اقدر اقول بالايه، ان انا استعملتها، واقدر اثبت الكلام ده بالمستندات وبالاوراق وبالشهادات اللي بتصدر وبالاوراق اللي بتطلع من هذه. لكن التسجيل مجرد قرينه، ويجوز طبعا الطعن ببطلان التسجيل دون التقيد باي مده، بس بشرط ان يكون هي الاستعمال بسوء نيه. انا قاصد الامر ده. خلينا نتجاوز الجزء اللي هو يعني الحمايه المدنيه، ان هو مش امر ما فيهوش اشكاليه، لكن شروط الدعوه دي لازم نبقى عارفين ان هي الثلاث عناصر لابد من وجودها، وجود ضرر
خطأ وقع من الغير على العلامة بتاعتي الاعتداء حصل ده وفي علاقة بين الخطأ والضرر اللي هي رابطة الايه السببية. يعني تقول لي ان اللي حصل لك ده الضرر بسبب الخطأ اللي ارتكبه الشخص ده لما قام بالاعتداء على العلامة التجارية. في مصطلحين مهمين جدا في العلامة، في حاجة اسمها تزوير العلامة وفي حاجة اسمها تقليد العلامة. تزوير العلامة معناها ايه وتقليد العلامة معناها ايه؟ تزوير العلامة استخدام نفس العلامة. انا هاخد علامة الابل واحطها على منتج بتاعي كده انا زورت او زيفت. معناها ايه؟ ان العلامة دي مطابقة للعلامة الايه الاصلية، يعني ايدنتيكال. لكن لما بتكلم على تقليد العلامة في فرق، انا خدت العلامة وغيرت فيها حاجة، غيرت الشكل بتاع توشيبا، شلت حرف الاو وعملت حرف الاي مكانها بس استهبال يعني. فانت تشوفها طبعا الحمد لله احنا ما بنشوفش، فتقراها من بعيد توشيبا فتشتري مثلا سوني، اروح عاملها لك الحرف الاو عاملها كيو، تيجي تتكلم يا عم انت ما بتعرفش دي اس كيو ان، انا قلت انه ده سوني انت ما بتشوفش. بس اذا ترتب على ان حضرتك عملت هذا التقليد التباس لدى الفرد المستهلك يبقى حضرتك اعتديت. يبقى التزوير استخدام ذات العلامة نفسها، ده تزوير للعلامة او تزييف العلامة التجارية. قمت بهذا الكلام ده خطأ ترتب عليه ضرر وربط، يبقى المحق ان انا ارفع الدعوة المدنية. طبعا الدعوة الجنائية ملك العلامة يقدر يرفع الاثنين، او من قالت اليه العلامة يقدر يجمع ما بين الدعوة دي والدعوة دي، وحتى لو فصل في الدعوة الجنائية يقدر يستمر او يقدر يرفع الدعوة المدنية في هذا الأمر. النقطة دي بقى مهمة جدا خاصة باستنفاد حق الايه العلامة. استنفاد الحق يعني ايه؟ بقولك واحد بيدرس وسقط مرة تانية استنفذ مرات الرسوب، يعني ما عادش ليه تاني حق في حاجة خلاص. القانون قال لما ان حضرتك تسجل العلامة التجارية انت بموجب هذا الامر بتمنع الاخرين من ان هم يستخدموا العلامة او يحطوها على المنتجات بتاعتهم او يبيعوا او يستوردوا او ما شابه ذلك. امتى بقى يضيع هذا الحق؟ لو حضرتك قمت بنفسك بالتسويق للمنتج بالعلامة بتاعتك في دولة خارج مصر، او رخصت للغير باستخدام العلامة بتاعتك على المنتج، فخلاص اصبح مش من حقك اي حاجة. في الحالة دي من حق الغير ان هو يبيع، وده بنسميه في عندنا الاستيراد الموازي. استيراد الموازي، مش هاخد منك بقى اشتري منك المنتج انت عملته في دولة تانية زي الصين واستخدموه وانت جبت تكلفة قليلة وانت بتبيعوا لي هنا بسعر عالي، انا هروح استورده من الصين وبيعه جوه مصر ما تقدرش تمنعني. بس ده مش معناها، انا باكد على نقطة هنا، استنفاد العلامة مش معناها الحق في الاعتداء على العلامة، لا. في فرق بين استنفاد الحق في العلامة وفي فرق بين الايه ان انت تعتدي على العلامة. غير مسموح ان حضرتك تعتدي على العلامة لا بالتزوير ولا بالتقليد، لكن من حقك ان انت تعمل ايه؟ ان المنتج الذي تم تسويقه في الخارج، انا النهاردة عملت العلامة بتاعتي على المنتج ورحت اديت لمنتج في الصين ينتج هذا المنتج بتاعي بالعلامة بتاعتي جوه الصين، وانا وما اديتوش حق يعني حصري، انا بنتج في مصر وببيع المنتج بعشرة جنيه، هو انتاجه في الصين وبقى بيتباع بكام؟ بسبعة جنيه. انا من حقي جوه مصر استورد المنتج ده من الصين اللي عليه العلامة بتاعت حضرتك، لان حقك استنفد ليه لما قمت بعملية الايه الترخيص او القيام بالانتاج في ده. فكرة استنفاد الحق في العلامة. تكلمنا عن التزوير، طبعا دي الصور العلامات المقلدة. مقلدة يبقى فيه ايه؟ في اختلاف. متزورة يبقى ايه؟ انت حطيت نفس الايه نفس الـ 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 العلامة. ما انا هدي لك الفرصة، انا قربت خالص، انا وانا هديكم فرصة اللي عايز يسأل هرد. طب العلامة زي عاد الصيد طبعا ده موضوع كبير خالص، لكن اللي انا عايز اكد عليه حاجة واحدة، للأسف الشديد العلامة الويلنون حتى هذه اللحظة مفيش تشريع بيقول لي ايه هي المعايير اللي بناء عليها اقول ان دي علامه ويل نون
او مش علامة والنون، اللي هي عبارة عن ايه؟ مجموعة من المعايير اللي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية كل فترة اللجنة الدائمة المتعلقة بتحط معايير وتزود وتضيف، لكن هي استرشادية. اللي يقول لك لازم امتى تبقى العلامة؟ لو هذه العلامة منتشرة خارج نطاق الجغرافي بتاعتها، لو حجم المبيعات بتاعتها مش عارف بتمثل نسبة كذا، لو حجم الانتاج بيغطي مش عارف مجموعة من ايه المؤشرات او مجموعة من المعايير الاسترشادية، لكن ما فيش قانون بيقول لي ايه امتى تقول على العلامة دي انها علامة ايه والنوم. لكن معروف انك انت بتعمل حاجة اسمها سيرفي مسح للعلامة في الأسواق العالمية، وبناء على معايير معينة وتقدير لقيمة العلامة أقدر أحط بتتحط في بورصة العلامات الإيه الدولية زي كوكاكولا ومايكروسوفت وأبل والحاجات الإيه اللي هي المشهورة الكبيرة. لكن ده مش معناه إن في حاجات تانية، في حاجات تانية ويل نون إحنا ما نعرفهاش. يعني عشان كده يعني ما تلاقي حد، ودايما المصريين يتكسفوا لما حد يقول له انت ما تعرفش البدله اللي انا لابسها دي ماركه مش عارف كوالا لامبور، فتقول اه لا انا عارف، هو بيضحك عليك اصلا. هو بيقول لك انا دايما اقول له انا ما اعرفش حاجه، انا راجل جاهل، قول لي بقى ايه العلامه دي، هتكتشف ان هو بيقول لك اي اسم بيضحك عليك عشان انت مش فاهم. هو انا لازم اعرف اسمي العلامات الويل نون؟ خالص مش شرط، مش لازم اعرف، مش ليس بالضرورة ان انا اكون عارف. لكن البورصات الخاصة او بورصة العلامات التجارية اللي بتعمل دراسات مسحية وتقعد تقيس في الاسواق وتتأكد ان ده فعلا المعايير الخاصة بالعلامة متسقة معاها وتطلع لي قيم كل سنة وتقول لي السنة دي من العلامة اللي بقت اعلى قيمة ومين ده موضوع تاني. انت مطالب في كل التشريعات والتشريع المصري الكلام ده موجود، انك انت تقدم الحماية الكافية للويل نون تريد مارك. بص حضرتك، لو فكرة ان انا باخد مقتطفات من فيلم او من اي مصنف او ابداع ادبي باي شكل من الاشكال متاح، لكن اللي مش متاح ان احقق من ورائه نواحي مالية، ده اعتداء على حقوق الملكية الفكرية. يعني من حق اخد اي مقتطف، يعني النهارده انا ممكن اخد كتاب دكتور واطلع منه مقتطفات واتكلم عنه في التلفزيون في الاذاعه من غير ما اخد على فكره اي موافقه منه، مش محتاج. بس في الحاله دي انا ما بحققش اي مكسب مادي، لكن ما يترتب عليه الاستغلال المالي هو اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه. المعلومه دي يا دكتور لو الاستاذ عايز يوثقها عشان يقدمها للمحكمه هيلاقيها فين؟ في القانون. القانون ذاته واضح. هو انت رجعت النص المادة، ما هو في مواد تانية مكملة. القانون لما بيقرأ ما بيقرأش على حدة، يعني أقرأش المادة دي لوحدها والمادة دي، انا باخد القانون بلائحته التنفيذية كاملا كده متكامل. انا بس عايز، بس استاذ حضرتك، انا بس مش عايز اغوص في موضوع واسيب بيت ان الاسئلة، لو في حاجه حضرتك محتاجه مزيد انا ممكن حضرتك تتواصل واقول لك ادي لك ما يفيدك. يعني اجابه الدكتور، انا كمحامي يعني استطعت من خلال الاجابه ان انا احط ايدي على المكان اللي انا ممكن استفيد منه. ماذا لو اخذ جزء من فيلم دون ان يحقق ربح؟ معلوش حاجه، حقق ربحا دي مسؤوليته تقع. انت عشان تتظلم من المحاضر اللي اتحفظت لابد ان تسعى لتقديم المعلومة للمحقق او للمحامي العام اللي انت يا فندم. انا هريح حضرتك، هريح حضرتك، اتفضل اتفضل. احنا حاليا بنعمل دورات تدريبية للقضاة محاكم الاقتصادية، هم بعد ما حضروا بعض الدورات التدريبية بعضهم قال ان احنا للأسف كنا بنحكم غلط. معرفوش صحيح. يعني يعني مش عشان حاجه، هو ما يعرفش ومش عيبه على فكره، هو ما درسش الكلام ده، كليه الحقوق ما درسش فما يعرفش. فالتعامل في هذا الامر فيه مش اشكال، احنا في عندنا بروتوكول تعاون بيننا وبين وزاره العدل وقائمين على تدريبهم في هذا المجال بشكل مكثف بحيث يبقوا مدركين كل حاجه والابعاد الخاصه بالامور. حتى احد الحالات اللي احنا اشتغلنا عليها، القضيه اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ شريف، راح فين شريف؟ جابوا لي القضيه اللي هي خاصه ببن العميد وكنا بنشرحها ككيس كحاله، وهي اعتقد في جزء منها لازال في 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 المحاكم. فهي الفكره ما يعرفش،
معرفش ما تعاملتش في هذا الامر قبل كده فباخد بال متاح. لا مش متاح. سؤال تاني اتفضل. ايوه حضرتك قول اتفضل. الاسم لو كان مبتكر بس يعني اسم الفيلم لو كان اسم حاجة غير عادية وغير معتادة وغير تقليدية فممكن انك انت تسجله كعلامة. لكن 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 هو انا قلت لك اهو الاسم او العنوان ده اقدر ان انا او حتى عنوان الكتاب اقدر اسجله لوحده كده في حالة واحدة اذا كان غير عادي. يعني ما جيش مثلا اقول ايه الوجيز في القانون المدني الموجز في القانون المدني. ايه الابداع ايه الحاجة الغريبة اللي موجودة القانون المدني كله يعني كله بيتكلم على حاجة. لكن حضرتك جبت لي اسم كده غريب بتاع تخليص الابريز في باريس اسمه ايه تخليص الابريز. ايوه ده تسجله ده مختلف ده عنوان ماله عنوان مبتكر ومختلف حاجة زي كده ده ماشي. لكن الاسماء العادية ما اقدرش تسجله. حاضر هكذا. بالنسبة للحقوق المجاورة لو أنا مثلا أترجم أي كتاب أجنبي للعربي هل لابد أخذ إذن المؤلف حق مجاور يعني؟ هو بالمناسبة أنا يعني بيضحك أستاذ الشريف عشان عارف إحنا بنتكلم في موضوع أنتوا بتتكلموا في موضوع بس هرد برضه يعني برضه بكرر أنا عايز إن إحنا بنتكلم في العلامات التجارية والأسئلة اللي اتكلمت لكن هرد يعني مفيش مشكلة. القانون بيدي فترة زمنية معينة خلال الفتره الزمنيه دي 3 سنين ان انت ما خدتش موافقه يعني الشخص ما قامش بترجمته بنفسه انت تقدر انك انت تقوم بالترجمه من غير ما ترجع له. اذا كده قبليها لازم تاخد موافقه لازم تاخد برميشن منه اذن منه. حاضر يا فندم والله حاضر. ماشي اتفضل. لا لا في تعديلات في تعديلات في القانون حوالي 90 مادة معدلة تعديلات هي تدخل القانون هتدخل مجلس الأول. بس احنا كنا بنخلص قانون اللي هو خاص بإنشاء الجهاز المصري وخلاص خلص يعني على مثلا شهر 10 بالكتير هيبقى في عندنا الجهاز المصري الملكية الفكرية وهيسمى مين حتى اللي هيديره وبعد كده الجهاز هو اللي يتولى عرض التعديلات الخاصة بالقانون. لكن هي خلصانه في مجلس الفئات مستشاري مجلس الوزراء ومتراجعه 90 مادة في بعض بس معظمها تعديلات في المواد القانون. في حد من ناحيتي اتفضل كان حضرتك اتفضل. كلامك يا دكتور عن تهديد العلامه التجاريه وتسويل العلامه التجاريه حضرتك قلت اللي هو بيفضل زي ما هو نفس العلامه الفنيه في حين التسويل في القانون اللي هو تغيير وجه التحقيق يعني بنغير في العلامه وبنستعملها انما بالتاكيد بنقفش بنغير يعني بنقلل العلامه زي ما هي بس باسمنا يعني. بص يا فندم كلمه قلت يعني في فرق مش مطابق يعني قلت هي شبهها بس هي مش مطابقه. لكن تزييف النقود يعني ايه؟ يبقى تغيير وجه لا تزييف النقود هو نفس العنوان انت ممكن تتلخبط ما تقدرش تعرف الفرق بين الحقيقي وبين الغير حقيقي هي نفسها بالظبط. انا يعني لما اصور العلامه كده انت مطبق لكن انا رسمتها بقلدها لا يمكن تبقى زيها بالظبط فيبقى في اختلاف بصرف النظر ده او ده الاثنين اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه اعتداء على العلامه التجاريه وغير مبالغ. احنا بس بنتكلم في انك انت المسمى لما تيجي توصف تعمل توصيف صحيح لكن في النهايه ده اعتداء وده اعتداء. هو الاستعمال العادي مش مجرد لكن هو الاتفاق بالعلامه وتحقيق ارباح يعني الاستخدام العادي الاستخدام العادي للعلامه كمنتج انت كمستهلك بتحمله ماشي حدش كلمك ما انت ماسك الموبايل ما انت كل اللي معاك ده علامات الساعه اللي انت لابسها فيها علامه واللبس اللي انت لابسه فيه حد كلمك لكن حضرتك تاخده وتطلع على سلع وتحقق مكاسب ماديه يبقى انت اعتديت على حقوق زي الزميل ما بيتكلم بالظبط يعني تعمل منتج وتحط عليه العلامة والناس تفتكر ان العلامة دي بتاعت المنتج الاصلي فيشتري منك فهو يخسر كده انت اعتدت على الحقوق المالية بتاعته. اتفضل الميكروفون.
اتفضل. شراء علامه تجاريه يعني هي بتتجدد كل 10 سنين. طب لو حد عايز يشتري العلامه التجاريه ايه الشروط بتاعتها؟ هيشتريها ايه؟ ما فيش شروط. انت بتنقل العلامه بعقد نقل ملكيه للعلامه التجاريه عادي جدا. عقد بيع ايا كان. اي مسمى عقد بيع على التنازل. بيتنازل على العلامه كليه ممكن يديله حق انه يستخدم العلامه على منتجاته حسب من رغبته. خاضع لمبدا سلطان الاراده. بالظبط كده. والعقد شريعه المتعاقدين. طالما ما بيخالفش قواعد امريه ينطلق. بالظبط. معلش يا دكتور اتكلمت عن الاتفاقات اللي مصر بتدعم العلامات التجاريه او بيكون مشتركه للحمايه القانونيه للعلامه التجاريه. هل الضمان للمنظمات دي يحميني في الدول الثانيه؟ لان لو عندي علامه مسجله في مصر واروح استخدم منتج بتاعي ده في السعوديه، هل في الاتفاقيات دي ما تحمينيش ولا في السعوديه تحمي العلامه بتاعتي قانونيا ولا ان انا لازم اسجل في السعوديه عشان ابقى العلامه بتاعتي محميه؟ بص، اضعف تكلفه خاصه على فكره تسجيل العلامه، وانت بتسجيل العلامه ده ما فيش مشكله فيه، لكن انت تقدر ان انت ما احنا قلنا هي الملكيه الفكريه تقدر بكافه طرق الاثبات تشتغل انك تثبت ان دي العلامه بتاعتك بكافه طرق الاثبات بره جوه زي ما انت عايز، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انضمامي الى منظمات او ما شابه ذلك ان انت، لكن انضمامك للمنظمات خلاك انك انت بتتمتع بنفس المزايا اللي بيتمتع بيها الوطني في التسجيل. فانت لو عايز تسجل هتسجل، لكن لو العلامه بتاعتك فاقت بقت مشهوره وبقت معروفه في كذا اقليم وجب على الدوله الاخرى انها تقدم لها الحمايه لو حصل عليها اعتداء، لانها اصبحت علامه والنون وفاقت الايه الحدود. هو في الطبيعي مين هياخد يقلد على العلامه بتاعت، اصل زي ما اتفقنا مع حضراتكم ان العلامه في حد ذاتها كلوجو كده كرمز ملهاش قيمه، لكن ما وراءها بقى المنتج وجودته، معنى ان هو هيقلد المنتج بتاعك او بيفكر يستخدم العلامه بتاعتك في الدوله الثانيه، ده معناها ان المنتج بتاعك بقى معروف وزائع الصيت، ويبقى بالتالي هو اصبح علامه فائقه الايه الشهره، وبالتالي وجب عليه في القانون ان هو يحميها زي ما عندنا لازم احميها له لو تعرض للاعتداء يعني. هل وبالمناسبه يمكن انا اخر حاجه كنت نسيتها ان انا اقولها، ان العلامات انا عندي مجموعه من التصنيفات الخاصه اللي انت بتطلب انك انت او النوعيات اللي بتطلب ان انت تسجل عليها، 45 تصنيف اللي موجودين وفق التصنيف تنسى ان انت بتسجل عليه، عايز تسجل على العلامه على منتجات غذائيه، عايز تسجل طب افرض ان العلامه من العلامات الويل نون انا مسجلها فقط على زي الابل على الاجهزه مش مسجلها على كل الفئات، هل ينفع لأي حد ياخد هذه العلامة يسجلها على فئة تانية للعلامات الويلنون؟ لا لا يجوز، لكن في العلامات العادية يجوز، يعني لأنها ما فيش أي نوع من الالتباس. أنت حضرتك عاملها على زجاجة كحول، أنا هعملها على تيشيرت، بس إمتى؟ لما تكون العلامة عادية، لكن في العلامات الويلنون لا، ما ينفعش واحد يستخدم علامة الأبل ويحطها على التيشيرت ويقول أنا لا، إنه ده ممكن يترتب عليه أولا أنت بتسرع على حساب الشخص التاني، ممكن تكون أنك أنت اللي هيشتري هيعتقد إنه ده إن شركة أبل طلعت تيشيرت جديد. في العلامات الغير في العلامات المشهورة أو فائقة الشهرة لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل العلامة مرة أخرى على فئات أخرى حتى لو حضرتك مش مسجلة، بصرف النظر إن هم مسجلين على كل الفئات كنوع من العلامة الايه الوقائية او المانعة الحماية ان هو يحمي نفسه انه ممكن يحصل بعد كده اعتداء عليه في المستقبل. شكرا. اتكلم هو مكتوب شهادة العلامة التجارية تمام، وبعد كده انا خدتها البيت كمستهلك اكتشفت ان مش هي دي العلامة، هي مزورة العلامة موجودة بس الشيء نفسه مش هو الجودة مش هو الحاجة دي. اقدر انا كمستهلك ان انا ارجع على الشخص اللي بحالي زي صاحب العلامه ولا لا؟ جهاز حمايه المستهلك. جهاز حمايه المستهلك ملوش دعوه. ازاي ملوش دعوه؟ بالعلامات ملوش دعوه انت. لا 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 لا، جهاز حمايه المستهلك ما هو انت تعرضت لا لا لا، احد احنا عاملين على فكره اتفاق مع 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 بروتوكول مع جهاز حمايه المستهلك وبيتعامل مع الامور ازاي؟ لا لا بيتعامل. هو الاول ما كانش فاهم. المشكله ان هي المشكله ان الملكيه الفكريه لسه عندنا في مصر لسه حديثة يعني محدش فاهمها كويس، لكن دلوقتي احنا الناس دي ابتدوا يعرفوا الكلام ده وتعاملنا معاهم وفي قضايا شبيهة بالكلام ده وهم اللي بيتعاملوا بيها مع الشخص اللي قام بالاعتداء وباع لك المنتج ده.
لكن لو انت شاريها بقى من مكان كده مجهول الهويه وما فيش لا فاتوره ولا اي حاجه بالغش راح في المنتج ده بقى موضوع تاني. ده قضيه اتكلم في الغش ده موضوع تاني. حضرتك قلت الاجابه السليمه. اه طبعا من حق. هو مش زعلان على الاعلام, هو زعلان على الفلوس. وما تولع على الاعلام, هي الاعلام مش بتاعته. هو اشترى على انه هو منتج اوريجينال وطلع ان هو تم الاعتداء. هو مش بيدور على الشخص اللي تم الاعتداء على المنتج بتاعه, هو بيدور على انه ما اشتراش الجوده اللي هو كان عايزها. دكتور القضيه بتاعت النادي الاهلي ونادي الزمالك تسجيل الاعلامه. اه الاهلي ما طلع مش مسجل ولا ده ولا ده, حاجوش مسجلين. وبس بعد كده محمود الخطيب تقدم, راح قدم طلب وسجلها. اقول لك بس دي عليها قصص يعني. فما فيش ده موضوع نقوله على جنب. يا دكتور وجه الأسئلة. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى اخر سؤال. اتفضل. ليه يا فندم؟ تسجيل العلامة انت بتسجلها في المكتب الترخيص. يعني انا عندي علامة تجارية عايز اسجلها, فبروح للمكتب حاليا اللي هو مكتب العلامات التجارية, بسجل العلامة علشان خاطر ما يتمش الاعتداء عليها, وباخد شهادة ان العلامة دي بتاعتي كذا, بتوصفها بألوانها برموزها بكل حاجة, وحماية للفترة الزمنية اللي هي 10 سنين, وبعد كده تقدر تجدد. اما الترخيص انا بقى واحد عايز يستغل هذه العلامة او ياخدها مني, فبديله حق, بعمل عقد ترخيص باستغلال هذه العلامة. ممكن اعمله حصري, ممكن اعمله مش استئثاري زي ما انت عايز. يعني ده نوع من انواع التصرف في العلامة التجارية. ترخيص باستخدامها. عايز اقول لك كنا بنسجل علامه تجاريه كان اسمها اكوا جن, فجيت اداره رفض العلامه عشان مطابق اختبار لكلمه واحده اكوا, فاديتنا رفض بسبب ان هو مطابق اختبار نفس علامه تجاريه باسمها. فهل الاسم كعقبه حتى لو في كلمه مطابقه لا, ده خطا في مكتب العلامات احيانا, ولو بترفع في قضيه في مجلس الدوله عشان ده قرار خطا من جهه الاداره. العلامه لما ببص لها ما ببصش لجزء منها, ببص لها على بعضها. فلو انت جزء موجود في علامه تانية لا, ما ياثرش في اي حاجه. ودي وفي احكام كتيره في من مجلس الدوله الغت فيها, الغت القرار بتاع جهه الاداره والزمت مكتب العلامات بتسجيل العلامه, لان عند النظر في العلامه بنظر للعلامه على بعضها, ما بنظرش الجزء دون الاخر. تفضل اخر سؤال يا اساتذه, وبعد كده الدكتور ياسر. الاستثناء اللي هو ايه؟ لا هو لان كان المنتجات استثناء في العلامات. لا فاني ماده فاني كتاب في الكتاب الاول. لا في الكاني كتاب انت بتتكلم على البراءات. لا ما هو ده, هو كان لغى القانون القديم, كان بيتكلم عن المنتجات الدوائيه, كان بيتكلم على حمايتها بموجب البراءه اللي هو المنتج النهائي اللي هو البرودكت او طريقه الصنع. ده كده بتتكلم على البراءات الاختراع. خلينا نركز في العلامات التجاريه. حضرتك هتوجه 5 اسئله. ماشي حاضر. يا اساتذه هشوفها معاك بس المحاضره. استاذنا الدكتور ياسر قولي. اتفضل. ياسري ياسري في حق ياسر يعني غير محدد المدة. مش محدد المدة, يترجم امتى؟ انهاء في ايه؟ ان هو يقدم المنتج يعني مترجمة؟ اثر العقد, دي حتة قانونية. يا استاذ اسمها اثر العقد.
أثر العقد ينفذ على الشخص محرره وعلى خلقه. وعلى خلقه ده في حق بالنسبة لحق المؤلف. آه. حق. لا يا فندم انت بتتكلمي عن واحد بيألف وادى المؤيد في حياته عمل عقد مع شخص تاني انه يترجم المؤلف بتاعه. هو الترجمه هتقعد طول العمر ده الترجمه مره واحده بالظبط كده. هو يسري لا ده الترجمه هم عاملين حق الترجمه والنشر لسنين مفتوحه يعني ما فيش مده محدده لا 10 سنين ولا 5 سنين هو العقد كده. بص يا فندم عموما هو يسري قدام الخلق يسري فيما يتعلق بسريان العقد بس. بعد اذنك اتفضل. ثواني يا استاذ ثواني. القاعده القانونيه ان العقد شريعه المتعاقدين وكما قلنا ان العقد ينفذ على محرره او عاقده وعلى خلفه. الفسخ ده لابد ان يكون له مبررات فهماني؟ يعني لو لم توجد مبررات للفسخ يعني انت متفقه معاه في العقد على انه يديك 50 جنيه مثلا في النسخه ما اداكيش تقدري تفسخي يعني الخلف لهم للعاقد نفسه كانه موجود اراده المؤلف بالظبط كده. طيب استاذنا الدكتور ياسر ومن خلال الندوة الجميلة اللي احنا كلنا استفدنا منها هيوجه 5 أسئلة كل سؤال اللي هيجاوب الإجابة النموذجية وعلى فكرة الدكتور هو السائل وهو الذي سيختار أيضا هو المصحح زي الجامعة بالضبط مش كده ولا لا؟ هو عضو لجنة الكنترول وكل حاجة فهيوجه لكم الأسئلة واللي هيجاوب الإجابة النموذجية هيفوز بأحد 5 جوائز كتاب قيم خاص بالدكتور إبراهيم عبد الحليم. الدكتور إبراهيم عبد الحليم ده مساعد وزير المالية الخبرة في المواد المدنية والتجارية كتاب حلو يعني. اتفضل يا دكتور. احنا بس عايز ايه اهم الشروط الواجب توافرها التسجيل على العلامه التجاريه. اتفضل. احنا سؤال اللي هيجاوب ما هو خلاص هو جاوب اجابته صحيحه. مظبوط. اتفضل.